ورجعنا لكم مره تانية، وبنرحب طبعا بضيفنا هاني عصام الناقد الرياضي. منور الدنيا يا هاني. ازيك يا ماما؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. خلينا قبل ما نبدا كلامنا نرحب بإدارة الكره المصريه طبعا، كابتن طارق يحيى اللي وحشنا. مساء الخير يا كابتن، كل سنه وانت طيب، وعبال مليون سنه يا رمز نادي الزمالك، ووحشتنا والله. كل سنه وانت طيب. ربنا يخليك يا ماما وانت طيبه، ما تشيلش مني، كتر خيرك. كل سنه وانتم طيبين. مسا عليكي وعلى هاني حبيبي. ازيك يا هن؟ بيمس عليك حبيبي يا كابتن. كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن. هاني انت نايم ولا ايه هاني؟ لا لا، كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن. هو يا كابتن بيجي ايه تقريبا، بيبقى لسه واكل. لا هن لذيذ جميل. عامل ايه يا كابتن؟ كل سنه وحضرتك طيب. حبيبي وانت طيب يا هن. دايما متالق كده، وصحه وسعاده باذن الله. يا رب يخليك، ما تحرمش منا. عامل ايه يا كابتن؟ طمنا عليك. كل سنه وحضرتك طيب، وعقبال مليون سنه. انت عامله ايه؟ انا كويسه والله الحمد لله. يعني ما ينفعش بصراحه يعني تبقى معايا وما اسالكش كده، يعني شايف المنتخب النهارده ازاي، ومواجه بوتسوانا النهارده ازاي؟ والله يعني احنا بنسبه كبيره محسوبه ان شاء الله المنتخب مصر باذن الله. اهم شيء الولاد يبقوا مركزين وشغالين بشكل جيد، و عارفه الاجواء في افريقيا بتبقى صعبه علينا شويه، هم واخدين عليها اكتر مننا، فما نحاولش ان احنا نستنفذ قوتنا كل المخزون البدني بسرعه. لازم ما نجريش كتير علشان نقدر نكمل ال 90 دقيقه، لان انت عارفه في افريقيا الرطوبه بتاثر علينا بشكل كبير جدا. لعبنا في افريقيا كتير، هاني طبعا عارف الكلام ده كويس. طبعا، لكن بالتاكيد لازم يكون في ذكاء طبعا من اللعيبه، واكيد طبعا حسام متمرس في القصه دي وعارف كويس قوي ان اللعيبه المصريين لما بتلعب في افريقيا بتبقى التاثيرات المناخيه بتبقى اصعب من المباراه نفسها. فاللعيبه دوليه كلها، وان شاء الله ربنا يوفقهم النهارده. ماتش يعني في المتناول باذن الله ان شاء الله، خاصه ان هم طبعا كان عندهم مشاكل في الذهاب من موريتانيا لبوتسوانا. احنا وصلنا قبليهم اعتقد، هم وصلوا امبارح بس تقريبا، وبرضو عندهم مشاكل دفاعيه من ناحيه اعتقد خسروا الماتش اللي فات. طب خليني اقول لك التشكيل بتاع منتخبنا الوطني النهارده وتقول لي رايك فيه. اتفضلي. الشناوي، رامي ربيعه، حمدي فتحي، خالد صبحي، هاني، محمد حمدي، تريزيجيه، مروان عطيه، زيزو، اسامه فيصل، محمد صلاح. بس هو عايزنا اقول لك الاحتياطي، بس اعتقد كده تمام. يعني قول لي دي التشكيله اللي هو يبدا بيها المباراه. لا هو كده واضح بيلعب بثلاثه في القلب. اعتقد خالد صبحي وقلتي ومين وحمدي ومين تالت؟ خالد صبحي وحمدي ورامي ربيعه. ورامي ربيعه. هو هيلعب بثلاثه كده اعتقد، ممكن يزق حمدي فتحي في نص الملعب او قدامهم من رقم سته ويلعب باربعه عادي. يعني طالما بدا بخالد صبحي ومعاه دول، خالد صبحي معروف انه مساك، ورامي ربيعه مساك، وايضا حمدي فتحي ممكن يبقى نص ملعب بقى، ممكن يبقى مساك ثالث الله اعلم. لكن اعتقد الغيابات اللي حصلت الماتش اللي فات، استبعاد حجازي واصابه بعض اللعيبه المؤثرين الماتش اللي فات مع مصطفى محمد، يعني اكيد حسام بدا باسامه فيصل، مصطفى محمد، اسامه فيصل ايوه على حساب مصطفى محمد. على مصطفى محمد مصاب. اكيد طبعا مصطفى محمد مصاب. تشكيل متوازن طبقا للقماشه اللي موجوده حاليا. امام عاشور مش موجود، لعيبه كتير مش موجوده طبعا نظر الاصابه او الحاجات اللي القرارات اللي اتخذت التأديبية للمعسكر اللي فات. تمنياتي لهم بالتوفيق ان شاء الله. زي ما قلت لك بوتسوانا فرقه كويسه معقوله يعني في المتناول، ان شاء الله بدنا نكسبها هناك في بوتسوانا باذن الله، في بوتسوانا ان شاء الله باذن الله. وخاصة ان هم عندهم خلي بالك محمد محسن ابو جريشه ده مساعد المدير الفني هناك، فده مصري، فاكيد هيقول معلومات عن المنتخب المصري هيكون طبعا احنا بالنسبه لنا منتخب مصر معروف اكيد بالزبط. يعني معروف للعامه، ولكن طبعا يبقى في حد مصري شغال في الجهاز الفني لبوتسوانا اكيد هيقدم معلومات اعتقد طبعا اكثر قيمه. اخيرا يعني. اخيرا يا كابتن طارق، توقعاتك ايه؟ يعني نتيجه يعني. ان شاء الله هنكسب واحد او اثنين. يا رب ان شاء الله. بشكرك جدا كابتن طارق يحيى، وكل سنه وانت طيب وعبال مليون سنه. بشكرك جدا كابتن طارق يحيى طبعا على وجودك معنا.
نرجع تاني لهاني عصام. خليني اسالك في الاول عن المنتخب وعن مواجهه بوتسوانا. الماتش صعب طبعا، يعني دايما بتبقى في ماتشات بتعتقد ان هي سهله شويه، المنتخبات ضعيفه امكانيات وكقوه، لكن الماتشات دي اللي تخافي منها. يعني كان كاب فيردي ناس كتير جاي شايفه ان الماتش صعب، وخصوصا ان كاب فيردي في امم افريقيا كانت قويه طبعا. كانت العكس، كاب فيردي كان في اسوأ مستوياته من وجهه نظري، ما كانش هو بنفس قوته. فالماتشات اللي بره بقى القاهره هي اللي تخافي منها بجد، هي الماتشات اللي صعبه، الاجواء، الملاعب، درجه الحراره نفسها، الرطوبه. فالماتشات دي بتبقى عايزه تحضيرات خاصه. لو بص على التشكيله هتلاقي الكابتن حسام نازل بحذر شديد جدا، ما فيش مجازفه زي الماتش اللي فات، ما بيلعبش بطريقه هجوميه زي الماتش اللي فات، لا انا شايف 5-3-2 بامن دفاعه كويس جدا، عامل حساب منتخب بوتسوانا. بالنسبه لي يعني ان شاء الله نكسب باذن الله، على الاقل لو تعادلنا مكسب للمنتخب. انت الماتشات اللي بره القاهره لو ما قدرتش ان انت تكسب تتعادل بالظبط. ففرصه منتخبنا النهارده عناصر الخبره يعني اللي موجوده في المنتخب باذن الله ترجح كفتنا، وان شاء الله نكسب. يعني شايف التشكيل كويس جدا يا رب ان شاء الله. تعالى بقى اخدك لنادي الزمالك وموجود دلوقتي في تدريبات نادي الزمالك محمد حمدي وسيدي نضاي داخل نادي الزمالك وموجودين كمان في التدريبات. رايك كيف في الصفقتين دول، خاصه ان جماهير الزمالك يعني متفائله بيهم بشكل كبير جدا، موجودين دلوقتي اهو داخل ملعب النادي. ده سيدي نضاي بيتمرن مع الفريق الاول، من دي الصفقات الجديده بتشارك مع محمود بنتاج، خلاص اوريدي شارك مع الفريق. يعني محمود بنتاج لعب المباريات الوديه، خلاص هيوصل خلال ساعات باذن الله. محمد حمدي كان مع المنتخب الفلسطيني، يعني محمد حمدي صفقه مهمه جدا جدا، لعيبه الواحد كان بيتمنى من فتره طويله ان هي تكون موجوده في نادي الزمالك، وفي مفاوضات معاه من يناير كمان. هقول لك على مفاجاه في صفقه محمد حمدي. هاني يا جماعه يعني ايه متخصص مفاجآت. بصي، محمد حمدي في يناير اللي فات نادي سوتشي الروسي اللي كان بيلعب فيه يحيى عطيه الله، بعت عرض رسم النادي انبي في يناير، كانوا عايزينه انبي، رفض، ما حصلش اتفاق على المقابل المادي. يحيى عطيه الله مشي، انتقل للدوري المصري في ميركاتو الصيف. عايز اقول لك ان قبل صفقه محمد حمدي مع الزمالك، وخلاص اما اتعرف ان في مفاوضات واللعيب جاي، الساعات اللي فاتت سوتشي روسي جدد المفاوضات مع انبي، وطلبوا ان هم ياخدوا اللعيب كام، وقالوا خلاص يعني عايزين لعيب مكان يحيى عطيه الله ومحتاجينه. دخلوا مفاوضات مع نادي انبي وجددوا الاتصالات مع اداره نادي انبي عشان ياخدوا محمد حمدي. مش بس سوتشي، في عرض وصل من احد الانديه الاماراتيه، وكان عرض يعني رسمي، يعني عايز اقول لك كان خلاص العرضين موجودين قدام اداره نادي انبي، وطلبوا التعاقد مع محمد حمدي، بس الزمالك نجح يخلص الصفقه. ربما محدش يعني ناس كتير اتفاجئت ان احنا محمد حمدي زملكاوي والصفقه خلصت. لكن الساعات اللي قبل الصفقه بمجرد انت عارف بيتعرف خلاص في الميديا، بيتعرف من الوكلاء ان في مفاوضات، في عرضين كانوا موجودين. اللاعب لحد اخر لحظه في عروض ليه من اوروبا ومن الخليج، بس الزمالك نجح في اخر لحظه ان هو يضمه. جوميز شاف تسجيلات ليه مقتنع بيه جدا. ممكن نشوف محمد حمدي في مركز غير مركزه. يعني ممكن ما يلعبش باك ليفت كمان، ممكن تلاقي محمد حمدي جناح ومش يعني هيوظفه. لا، هو جوميز شافه بالنسبه له ان انا اللعيب ده ممكن استفيد بيه في اكتر من مركز. ايه تاني كواليسك يا هاني؟ محمد حمدي مفاوضات بينه وبين الزمالك بالظبط 10 دقائق كعقد اللعيب نفسه. ما خدتش اي مجهود خالص من اداره نادي الزمالك. اللعيب كان عنده رغبه انه يكون موجود في نادي الزمالك. اللي ضايقني في الصفقه الساعات اللي فاتت الحقيقه، يعني الناس ما تزعلش، بس لعيب صفقه قويه جدا ولعيب مهم جدا، يعني بنتكلم في اخر لحظه، في اخر ثانيه تمام، في مفاوضات واكتر من عرض. الناس بتتكلم في تفاصيل والبنود والبند ده ليه والبند ده اتحط والبند ده اتشال. يا جماعه بلاش يحصل نفس اللي حصل في زياد كمال. احد اهم الاسباب اللي خلت زياد كمال ما يكونش في مستواه الكلام الكتير والسوشيال والضغوطات. اللعيب ضيع ضربه جزاء، يعني ضيع ضربه جزاء. روبرتو باجيو 94 ضربات الجزاء، روبرتو باجيو احد اهم اللاعبين 94 في العالم كله، مش في اوروبا ولا في ايطاليا، اهم لاعب في العالم، ضيع ضربه جزاء وايطاليا خسرت كاس العالم. ضيع ضربه جزاء زياد كمان، يعني مش مشكله، هي ضربات الجزاء انا بسميها دايما ضربات الحظ. يعني بعد ماتش طلع الجيش الناس ربطت ده الزمالك لو كان خد الكاس كان هيدفع مش عارف مليون جنيه لايه. زياد كمان الناس بتتعامل معاه بضغط، يعني ان انت كل باصه وكل شوطه بلاش يحصل ده
مع كريستيانو ومحمد حمدي. يا ريت ندعم ان هو لاعب كويس جدا جدا, جداً. صح يا ريت ندعم اللعيب. بس هو مش هيلعب معانا مباراتي الشرطه الكينيه, هيبقى بس هيلعب معانا السوبر الافريقي, السوبر الافريقي والسوبر المصري باذن الله, وانا متوقع انه هيبقى اساسي. سيدي نضاي, سيدي نضاي كلمين لعيب 19 سنه. الزمالك بيعمل يعني دايما كنت تشوف الانديه الثانيه بتجيب لعيبه صغيره في السن وبارقام ضعيفه جدا وقليله واللعيبه بتتالق, واحنا اللي بنرجع نشتريها من الانديه الثانيه ايا كان, مثلا الاتحاد, المقاولين, الاسماعيلي, بتشوف المفاوضات من الزمالك بقى مع الانديه الثانيه واجيب اللعيب, اللعيب اللي كان سعره مثلا 100,000 دولار بشتريه بمليون و2 مليون دولار. تمام, الزمالك بقى بيعمل ده, لا انا اللي بجيب اللعيبه المواهب اللي في افريقيا واللعيبه اللي لسه صغيره, انا اللي ببتدي اشتغل عليها من بدري. حلو, ربما متيابة ما حلفوش التوفيق مع الزمالك يعني, بس لا انكر ان موتيبا كان لاعب كويس جدا. ماتش الزمالك والراجل يعني ماتش الزمالك والاهلي, ماتش الزمالك والاهلي راجل تتكلمي لعيب عنده 19 سنه ينزل في اول ربع ساعه وماتش الزمالك واهلي ويكسر الدنيا, كان من اهم اللعيبه اللي في ماتش الزمالك والاهلي. معلول يعني كان بالظبط. فالمهاجم السنغالي انا متوقع له انه ينجح مع الزمالك, خصوصا ان الزمالك محتاج لعيبه في المركز ده. هياخد فرصته مع جوميز, بدا بدري خلاص يعني, تكلمني لسه الدوري مع نهايه اكتوبر هيبتدي من دلوقتي يشتغل مع الفريق. حلو, عندك وفره بقى هجوميه تبتدي تشتغل عليهم, ممكن تلاقيه بجناح. ميزه جوميز ان هو ما بيتقيدش بطريقه, واللعيب ده مش لازم يلعب في المركز ده, لا ان انا بشغله في اكتر من مركز وبلعبه في اكتر من مكان. فانا متوقع له مع الموهبه والامكانيات هتساعده هنا ان هو يتالق مع الزمالك باذن الله. المهاجم السنغالي لسه عندنا كلام كتير جدا عن الصفقات, خاصه ان هاني عصام يعني يمتلك العديد والمزيد من الكواليس, ولكن هنطلع فاصل قصير وبعد كده هنرجع ونكمل كلامنا معاك. رجعنا لكم مره ثانيه لسه مكملين كلامنا مع هاني عصام الناقد الرياضي. نرجع تاني للصفقات, ولكن قبل ما نروح للصفقات, المنتخب الوطني احرز هدف 1-0 من تريزيجيه في الدقيقه الرابعه والخامسه يعني. يعني هدف مبكر هيريح المنتخب طبعا. الماتش طبعا زي ما كنت بقول لك العناصر الخبره الموجوده في المنتخب هتفرق. تريزيجيه من اللعيبه اللي بتحتاجيه في الماتشات دي. تريزيجيه من نص فرصة بيقدر يسجل جون هيساعد المنتخب, هيحط بوتسوانا تحت ضغط طبعا. باذن الله نقدر نعزز مع قبل نهايه الشوط الاول كمان يعني. جبت جون في اول 5 دقائق, محتاجه الماتش ده انك تخلص تقتل الماتش بقى, تموت الماتش فعلا يعني, بحيث ان انت جون تاني دلوقتي خلص كل حاجه, ينزل المنتخب الشوط الثاني مع الرطوبه مع الضغط مع الارهاق, تقدر تريح اللعيبه الاساسيه اللي موجوده عندك, فباذن الله نقدر نخلص الماتش كسبانين ان شاء الله يا رب ان شاء الله. ولكن زي ما قلت فعلا انا بحب البدايات القويه, ان انت تنزل تخلص المباراه من اولها, ده فعلا هيديك اريحيه جدا خلاص بقى يعني, وبتحط ضغط تحت بوتسوانا, نلعب على المرتدات شويه, اكيد منتخب بوتسوانا هيفتح, فنقدر نخلص الماتش بدري ان شاء الله يا رب ان شاء الله. عايز بقى ارجع معاك تاني للصفقات. عايز اروح لعمر فرج وكواليس التعاقد مع عمر فرج, وعجبني الفيديو التقديمي لعمر فرج وهو بيقول ان هو زملكاوي, خاصه ان كان في كلام وكان في يعني اكتر من حد متداخل في الصفقه دي واكتر من حد يرغب في التعاقد مع عمر فرج, ولكن عمر اختار الزمالك. كان عمر من فتره من حوالي شهر كان في عرض ليه من احد الانديه المصريه هنا الكبيره كمان, بعد ما الزمالك اتعاقد اتقال ان المدرب رفض, ولا هو ما اترفضش, هو حصل خلاف على الامور الفنيه, عشان كده اللعيب ما جاش, عشان كده الصفقه ما تمتش. كانت صفقه مفاجاه عمر فرج, الاسم كان بعيد, ما حدش كان عارف عن عمر فرج حاجه, الناس رابطه اسم عمر فرج ان كانت في مفاوضات قبل كده مع احد الانديه. عشان كده الصفقه جوه نادي الزمالك كان ليها صدى كبير جدا. مهاجم واعد عنده خبرات, مهاجم دولي كمان دولي. الميزه بقى بصفقه عمر فرج ان انت قاعد في القاهره, خلصت مع اللعيب وهو في معسكر منتخب بلده, وخلصت مع النادي السويدي بتاعه كل ده, وانا شغال هنا في القاهره يعني, بدون ما احتاج بقى ان مندوب يسافر, بدون ما احتاج ان حد يبقى يروح يعمل كشف طبي, ان انا اعدي يروح للنادي السويدي بتاعه ايكس السويدي عشان اتفاوض معاه, لا يعني الصفقه كلها خدت 2-3 يومين الحقيقه, بتفاصيلها كلها, بالمفاوضات مع النادي السويدي, بالمفاوضات مع اللعيب نفسه, خدت البطاقه الدوليه, كل ده دم في السرية وفي وقت قصير جدا, وقدرت ان انا اخلص الصفقة. عمر فرج انا متوقع له هيبقى هداف الدوري السنة دي يا رب ان شاء الله. بس يعني احنا يبقى عندنا كده عارف زي ايه, منافسة قوية جدا جدا. ما هو انت بص يا مها, انت بتلعبي في دوري
تلعبي افريقيا، تلعبي اكتر من بطوله، لا قدر الله لعيب يتصاب، لعيب يتوقف، لازم يبقى عندي واحد. ما فيش حاجه اسمها يعني لعيب اساسي، لا ده كل مركز فيه اثنين او ثلاثه. يعني انت شفت الباك ليفت دلوقتي محمود بنتايج ومحمد حمدي، الاثنين خلاص. ناحيه اليمين عندك عمر جابر ومحمد شحاته، الهجوم عندك لسه في ناصر منسي كمان، السيف الجزائري وصل، عمر فرج، عمر فرج المفروض، سيدين دايس، سيدين دايس المفروض، بوبنزا كمان المفروض، بوبنزا لو تمت باذن الله. فعندك اكتر اكتر من لعيب محتاج، ده ما يبقاش في لعيب واحد خلاص اساسي ضامن مكانه. طول ما انت ضامن مكانك مع يعني خلاص، خلاص انا ضامن مكاني، فالعب بالاريحيه، بالظبط، بالمود اللي جايب يعني ايا كان ايه مودي. مودي كويس النهارده خلاص انا هلعب كويس، مودي مش كويس النهارده خلاص انا هلعب، مش خساره مكاني وما عنديش بديل فيه. هو قدرت تخلص كل ده، فده اللي الزمالك محتاجه. فعمر فرج تاني باكد ان عمر فرج ما جاش الدوري المصري، المفاوضات اللي كانت بينه وبين احد الانديه كان خلاف على المقابل المادي فقط لا غير، لكن فنيا المدرب كان عايزه، المدرب كان محتاجه. جوميز حتى لما شاف عمر فرج هو اوريدي كان عارفه، لما اتقال له ان عمر فرج هو عارفه ومتابعه، والراجل موجود مع منتخب فلسطين من فتره كمان، فصفقه مهمه جدا جدا. بص كل ما اللعيب كان دولي هيفرق، اللعيب الدولي بيديك ارتاحيه، اما المدرب بيتعامل معاك خلاص هو انت بتعود على اللعبه تحت ضغط، متعود على الماتشات الصعبه، متعود مع على ضغط الجمهور، على الاعلام، على السوشيال، كل ده انت جاي جاهز انك انت تلعب. فانت لو بصيت على الصفقات هتلاقيها يعني ميكس، عندك لعيبه خبره، صح، عندك لعيبه صغيره، ما بقى ما مش مركز على ده او ده، لا بتحتاج في الصفقات الاثنين مع اللعيبه الموجوده، ده هيفيدك على مدار السيزون. ايه تاني يعني، هل شايف ان المجلس الفتره الجايه هتعاقدوا مع صفقات اخرى؟ بصي هو المجلس على حسب معلوماتي المجلس مقسم الصفقات مرحلتين، في مرحله هتخلص خلال 48 ساعه، يعني 48 ساعة من دلوقتي لحد يوم 12 سبتمبر عشان القيد الافريقي وعشان ماتش السوبر الافريقي، يعني هنسمع اسامي جديدة بعد 12 سبتمبر. انت 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 بتعدي كلامي كانك ما سمعتوش. بعد 12 وانا مش هسيبك. بعد 12 سبتمبر بص المرحلة دي اللي احنا فيها لحد 12 سبتمبر. ماشي ثواني، لحد القيد الافريقي ثواني. انا دلوقتي سؤالي كان واضح، هنسمع اسامي جديدة. هتسمع اسامي جديدة، ومش موبينزا بس كمان، مش بوبنزا بس، لا في جناح. يعني انا يعني انت تقصد ان الناس ما تركزش يعني مع فكره بوبنزا، يعني بصي ان شاء الله يجي، بس في اسامي جديده. ماشي هنتكلم على بوبنزا. الناس بتتعامل مع بوبنزا ان هي لعيب كبير وصفقه مهمه وصفقه سوبر وكل حاجه، بس بوبنزا لو ما جاش الدنيا ما وقفتش. يعني الزمالك ده شغال على اكتر من صفقه، وزي ما احنا بنتكلم جايبين اثنين او ثلاث مهاجمين، والاداره نادي الزمالك اشتغلت على الصفقه في كواليسها. انت عملت كل حاجه، انت جبت البطاقه الدوليه واللعيب موقع على اتفاقيه وعملت كل حاجه. مش ذنبي بقى ان في تفاصيل حصلت خارج ارادتي، مش ذنبي ان الراجل مثلا انا اقصد انا كقدر عملت اللي عليا، انا مخلص كل انا بقى حاجه. مش ذنبي ان في رقم بعت رساله للعيب بصوره من شكوى لعيب تاني مقدمها كان موجود في نادي الزمالك وهو ما خدش فلوسه، فانا مش هقدر اتحكم في ده، انا عملت كل اللي عليا خلاص. اهم حاجه ان انا كنادي عملت كل اللي عليا، عملت كل اللي عليا. وبالمناسبه الزمالك اما اعلن على منصاته كلها على البطاقه الدوليه كانت رساله لكل الانديه، ما تدخلش نفسك في سكه شكاوي، بدليل ان احنا لحد دلوقتي ما سمعناش ان اللعيب مضى في حته ولا في نادي خلص معاه. المفروض ان البطاقه الدوليه طالما معايا يبقى بوبنزا زملكاوي، والبطاقه الدوليه ما اعتقدش ان البطاقه الدوليه بتطلع اي نادي بيطلب بطاقه دوليه للعيب بتتباعد كده، لا في اجراءات قانونيه ومفيش نادي هيبعت البطاقه الدوليه اذا كان متاكد اللي بيطلب البطاقه الدوليه اللعيب ماضي معاه واللعيب مخلص معاه كل حاجه. طيب تاني باكد ان خلينا اروح معاك دلوقتي. سيف الدين الجزيري موجود داخل نادي الزمالك، هو لم يشارك في التدريبات ولكن هو موجود، هو لسه واصل حالا نادي الزمالك بيتابع تدريبات الفريق، لسه واصل للقاهره النهارده الصبح وبيتابع تدريبات الفريق. يعني عايزين نطمن جمهور الزمالك ان الصفوف نادي الزمالك بتكتمل، كان كلام كتير استعدادا طبعا على سيف الدين الجزيري وعرض اماراتي وعرض مش عارف طبعا أوروبي. عايز اقول لكم يا جماعه بس ان ده حصري لقناه الزمالك وده حصري لينا انه البرنامج اخبرنا انه سيف الدين الجزيري بيتابع تدريبات الفريق حالا من داخل نادي الزمالك، وده بيحصل دلوقتي حالا، هو حاليا موجود داخل النادي بيتابع التدريبات. طبعا بنشكر زملائنا اللي موجودين دلوقتي في التدريبات بيصوروا التمرين.
سيف الدين الجزيرة زي ما حضراتكم شايفين. دي كلها بنحاول يعني نوصل لحضراتكم رسائل طمأنينة وبنعيشكم المشاهد كلها داخل نادي الزمالك، لأنه كتير جدا من حضراتكم بتطلبوا إن أنتوا تشوفوا التمرين وبتطلبوا تشوفوا إيه اللي بيحصل في التمرين والأجواء كلها، فبنعيشكم معانا بالظبط الأجواء اللي بتحصل داخل تمرين نادي الزمالك وتطمنوا طبعا على فريقكم وعلى الأجواء داخل الفريق الأول، وإنه كل شيء يسير على ما يرام والأجواء إيجابية والأجواء كويسة جدا الحمد لله داخل الفريق الأول، وكله بيشتغل طبعا على قدم وساق استعدادا للموسم الجديد إن شاء الله للمباريات القادمة والبطولات كمان القادمة. طيب نرجع بقى لهاني ونرجع تاني بص هقولك على حاجة في بومنزا. من أغرب المواقف والتفاصيل اللي حصلت في صفقة بومنزا، من أغرب الرسائل اللي وصلت اللاعب على موبايله وما حاول يعني في رقم غريب، بعت له رساله لتصريحات لابراهيم امضاي ان اللعيب انا ما خدتش فلوس من الزمالك وقدمت شكوى. ده يعني حصل رقم بعت له رساله، دي من اغرب الرسائل يعني النهارده على فكره بمناسبه انه ناس كتير، انا دايما بشوف كده انه طبيعي جدا ان انت كنادي بتحاول كتير جدا طبعا ان انت تنجح، بس هقول لك على حاجه، حواليك ناس بتحاول انك انت تتوقع. انا راجل صحفي، الحقيقه اللي حصل في ميركاتو الصفقات وكم بالظبط الكلام وكم الضغوطات، مش دفاعا عن الاداره بس حقيقه، يعني كريم البركاوي الراجل كان جاي وخلاص مخلص كل حاجه، فجأة الصفقة ما تتمش وفجأة يحصل فيها كلام بومنزا كانت بتخلص حصل فيها كلام، ولكن عايز اقول لك بومنزا فجأة، وبعدين بتبص تلاقي السوشيال كله ان انا حاسس ان الناس مهتمة بومنزا، بس انت بتطمني انه بره الزمالك بره جمهور الزمالك بيتعاملوا مع الموضوع مستنيين مترقبين، طب هيوصل عشان ما وصلش، عشان الناس بتترقب دايما انه الخطوة الجاية لنادي الزمالك ايه. بس في ناس لو بصيت هقول لك على حاجة، لو بصيت لكل الاندية والانديه المنافسه والانديه، هتلاقي بيحصل عادي ان انت ممكن تخش في صفقه تتم او ما تتمش وتفضل تتفاوض مع اللعيب اسبوعين ثلاثه، وسمعنا لعيبه كتير جدا يعني محمد علي بن رمضان مثلا لحد دلوقتي كان جاي نادي من الانديه الموجوده في مصر وما جاش، انا عايز اقول لك ان لكن اللي بيحصل في ديتيلز التفاصيل في الزمالك ان ناس تروح تبعت، ناس تروح تتكلم، ناس لحد اخر ثانيه تحس، انا بحاسس مثلا اللعيب وهو جاي على المطار ان في ناس هتوقع على المطار عشان ما يجيش، مش كده يا جماعه الدنيا. لا بقول لك انا يعني الفتره بس انا بطمنك وبطمن الجمهور ان موقف نادي الزمالك بالتحديد في صفقه بوبنزا سليم. لو لاحظتي ما فيش اي تصريحات او اي تعليق رسمي طلع من نادي الزمالك في الصفقه، عارفه ليه؟ انا موقفي قانوني وانا واثق من نفسي. بس انت برضه مش عايز تقول الصفقات اللي جايه ان شاء الله وتطمن الجماهير عن الصفقات اللي جايه 100% في جناح هيتم الاعلان عنه يا النهارده يا بكره، وجناح كبير جدا جدا يعني، واسمه اقوى من يعني من كل الصفقات اللي الزمالك داخل فيها. ده الصفقه خلصت، الزمالك اتم الاتفاق مع النادي اللي اللعيب بيلعب فيه، تمام، كان في خلاف على المقابل المادي مع اللعيب نفسه، مع اللعيب نفسه، تمام تمام، هو اوروبي كمان بالمناسبه. كان في خلاف، اللعيب عقده كان كبير شويه، الزمالك وصل الاتفاق معاه على كل حاجه. النهارده او بكره بالكتير جدا هيتم الاعلان، هيتم الاعلان عن الصفقه، واللعيبه هيكون موجود في مصر. الميزه في الصفقه دي من وجهه نظري ان جوميز كان احد الاسماء اللي كان طالبها واحد المراكز الجناح. بالمناسبه جوميز مش عايز مدافع ولا عايز خط نص، ولا عايز مدافع ولا عايز مدافع على خط نص، مركز على الناحيه الجنبيه. لو عايزين تجيبوا حد خلاص المهاجم وهو بيخلص والجناح، فانا بعمل ايه دلوقتي؟ اعتقد هو مش محتاج مهاجمين تاني، لا يعني بوبنزا مثلا لو خلصت خلاص اوكي، هو كان طالبه وجناح، هو مش طالب حد تاني. الملعب كله لحد ماتش يعني بنتكلم خلاص الموسم هيبتدي، الصفقتين دول قفلت بيهم ده لحد 12 سبتمبر. ما بعد 12 سبتمبر الزمالك هيضم لعيبه محليه. 100%. بس انت عندك بطولتين، يعني ببدا الموسم ببطولتين، السوبر افريقي وسوبر مصري، السوبر المصري لا ما السوبر المصري انا ممكن اقيد بقى بعد بص بعد 12 سبتمبر افريقيا، ده الكونفدراليه والسوبر الافريقي. ما بعد 12 سبتمبر لحد نهايه فتره الانتقالات في مصر، لا الزمالك هيضم صفقات وفي لعيبه محليه، بالتحديد صفقتين. في صفقتين محليتين، صفقتين محليتين هيخلصوا، بس يعني انا دلوقتي مركز طبعا، عايز اخلص الصفقات بتاعتي، في صفقات ليها اولويه عشان ماتش الاهلي والزمالك والسوبر افريقي والكونفدراليه، خلاص بقى 48 ساعه تمام. قدامي بقى وقت بعد 12 سبتمبر لحد باب القيد المحلي ما يخلص ان انا اجيب صفقات، ففي صفقتين محليتين، في لعيب وقع
بس الزمالك لسه يعني في مرحلة المفاوضات. في خلاف على المقابل المادي مع النادي بتاعه، بس بشكل كبير جدا الصفقة هتخلص بإذن الله. وفي صفقة تانية الزمالك حاططها قدامه، لعيب جناح محلي. انت قلت لي خلاص يعني احنا كل اللعيبه اللي بنتكلم عليهم مش مدافعين ولا لا خلاص يعني في جناح جناح محلي الزمالك بيخلص فيه، وجناح اللعيب الثاني المحلي لعيب وسط مهاجم. ده الزمالك حصل على توقيع وخلص معاه كل حاجه وجاي مفاوضات مع نادي. اللعيب الثاني بقى للزمالك هيبتدي يخلص معاه جناح مصر. صفقتين مهمين جدا صفقات طليق على الصفقات. وبصي كان انت بتتكلمي كل ده يا ما هو وسط ازمه ماليه طبعًا. انا شايف الساعات اللي فاتت الناس من كتر بيقول لك هو الزمالك فيه كنز علي بابا جوه نادي الزمالك. دي حقيقه الناس فاكره ان احنا ايه لقينا كنز فعلا. الفيزا انك تخلصي كل الصفقات دي وبارقام قليله، يعني يا جماعه اللعيبه الاجانب اللي كنا بنسمع عنهم قبل كده وان انت بسببهم في مشكله كنت بتلاقي مليون و900 و800 وكانت ارقام كبيره جدا. مفيش لعيب اجنبي، مش هنتكلم مش هقول الارقام اللعيبه اللي جت احتراما لعقودهم، بس ما فيش لعيب هياخد الارقام دي. ده 100% في حد لا خلاص في ليميت يعني انا مش عادي. لا خلاص انت بتتعامل كمان لعيب الاجنبي وفي لعيب مصري عايز يجدد، فلازم يبقى في النهايه في تساوي ما بين كل اللعيبه. فالميزه انك تتكلمي كل الصفقات دي وبارقام قليله. انا شايف كمان الميركاتو ده ممكن يكون مثلا اقل من الميركاتو بتاع يناير، بس انا فنيا اقل من ميركاتو يناير كعدد لعيبه. احنا في يناير كعدد تعاقدنا مثلا مع 11 لعيب، بس انا كفنيا لو بصيت على الميركاتو ده انا جايب المراكز كيف اللي انا كيف وليس الكم. برافو عليك. يعني انا عايز ايه؟ انا عايز باك ليفت بالظبط، جبت اثنين باك ليفت. عايز جناح شغال على جناح، عايز اثنين مهاجمين جبت اثنين مهاجمين، جددت العواد خلاص انا مش محتاج عواد وصبحي مش محتاج مثلا عواد وصبحي مش محتاج حارس مرمى. الراجل شايف ان انا عندي دونجا وزياد كمان خلاص انا محتاج الاثنين دول عيال ومكملين معايا. في لعيبه تحت السن هشتغل عليها للمستقبل، لعيب سيدن داي السنغالي خلاص هجيبه ويبتدي يجهز معايا يبقى موجود معايا الفتره اللي جايه ويتالق مع الزمالك، وربما الزمالك يبيعه وبعد كده ويكسب فيه اضعاف اللي اشتراه. فالميركاتو ده الزمالك شغال صح، بتحتاج انا عايز المركز اللي انا عايزه بشتغل عليه. الميزه كمان ما سمعتيش ان الزمالك دخل في منافسه مع اي نادي لمجرد ان انا غلي. لا ده كان بيحصل لا يعني انا مركز بالظبط، انا مركز في طلباتي انا عارف انا عايز ايه وايه المراكز اللي انا عندي نواقص فيها ومحتاجها بناء على تعليمات المدير الفني، بدون مشغل دماغي باي لعيب تاني. اقول لك على مفاجاه ولا نادي تاني. اقول لك على مفاجاه محمد علي بن رمضان احد الوكلاء احد الوسطاء كلموا اداره نادي الزمالك على محمد علي بن رمضان بعد ما المفاوضات تعثرت مع احد الانديه المصريه. واللعيب جاهز وعايزين تعملوا زوم معاه كمان 5 دقايق اللعيب هيعمل زوم معاكم. اداره نادي الزمالك رفضت، ما دخلتش اصلا في القصه من اولها. انا عايز لعيب خط وسط، لا مش محتاج لعيب خط وسط خلاص انا عندي دونجا وزياد كمال مش رقم واحد في رقم اثنين ماديا. انا اللعيب ده لسه مرتبط بعقد مع نادي، هل انا يعني الاولويه بالنسبه لي لايه؟ ان انا اجيب صفقه ولا انا لسه هدفع لنادي؟ الزمالك رفض يخش في المفاوضات اصلا. دليل على ايه؟ دليل ان انا مركز مع نفسي، دليل ان انا عايز الاسماء اللي انا حاططها هي دي اللي هشتغل عليها، مش هخش مزايده مع اي لعيب او مع اي نادي تاني وفي الاخر انا مش محتاج اللعيب. فده موقف يحسب الحقيقه لاداره نادي الزمالك. مش شغله دماغها باي حاجه خالص، الصفقات تتم في هدوء. كمان ما بشغلش دماغي بالضغوطات بتاعت السوشيال ميديا، لا مهما كان ايه وفي ايه انا حاطط اسماء هي دي اللي انا شغال عليها وهي دي اللي هجيبها. وتاني صح. اي اسم كان قريب من نادي الزمالك خلاص يعني الصفقه لو تعثرت او الصفقه ما تمتش لظروف خارجه عن اراده الاداره وعن المسؤولين. وطالما انا عملت كل حاجه يعني انا جبت 100% من يعني الصفقه دي انا جبت فيها 100% خلاص عملت فيها كل حاجه، فلو ما تمتش خلاص ما يعني ما مش اخر لعيب في الدنيا. انا بصراحه هاني يعني يا جماعه هاني من النقاد الرياضيين اللي انا بحب وجودهم جدا معايا، لان هو
بيطمن جمهور نادي الزمالك وكل الكواليس اللي عنده. هو راجل زملكاوي جدا قبل ما يكون كمان ناقد رياضي، فهو بقلبه كمان على الفريق الاول ودايما مطمئن لجماهير نادي الزمالك. وانا بحب استمع لكل الكواليس اللي عند هاني، يعني باستثناء ان هو يعني اخ عزيز، ولكن هو فعلا عنده كل الكواليس اللي انا بحب دايما استمع ليها، لان هو بيطمن جمهور نادي الزمالك على كل الصفقات. مش بس كده، حتى لو في حاجه جمهور الزمالك متضايق منها، حصلت بقى ما حصلتش، فهو قادر كمان ان هو بصراحه يطمنكم. فانت يعني بصراحه يعني دايما بستمتع جدا جدا بالحديث معاك، وكل كلام كل كلامك صح. جمهور الزمالك اليومين اللي حد يعني بكره وبعده في اخبار حلوه، وفاكر يعني مثلا كمان زي موضوع سيف الدين الجزيري. يعني خلونا نعيد تاني فيديو سيف الدين الجزيري ووجوده داخل نادي الزمالك النهارده، والفيديو الحصري اللي معانا ردا على الشائعات اللي كان بيتقال علينا في الاونه الاخيره، لما كان بسمع ان اللعيب مش راجع، ان اللعيب مش راجع، وانه اللعيب خلاص وهيركب طياره ومش جاي الحقيقة، وكلام كتير جدا الواحد بيشوفه. يعني انا كراجل صحفي اللي بشوفه على السوشيال من كم الكلام على صفقات نادي الزمالك، في رأيي أنا عمري ما شفته في حياتي، لم يحدث. ومن ضمن وفي عز الصفقات والصراع اللي كان ما بين الأهلي والزمالك بشكل واضح على لعيبة ما كناش بنشوف ده. يعني ده أقول لك على البطاقة الدولية جت بتاعت بوبنزا، بتلاقي كلام إن البطاقة الدولية دي لأ، واللعيب ما تأيدش، والسيستم ومش عارف، وفي الآخر البطاقة موجودة واللعيب اتأيد خلاص. فيا ريت الناس تهدى، لكن تسيب الأمور كلها تمشي. وانا بقول لك اليومين الجايين مش كلامه خلاص، لا، في اخبار حلوه قوي 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 لجماهير نادي الزمالك. دي الحاجات اللي بدات بيها النهارده الحلقه، ان احنا ان شاء الله كل الايام اللي جايه تبقى كلها اخبار سعيده لجماهير نادي الزمالك. وبما ان الصوره بألف كلمه، فسيف الدين الجزيري داخل نادي الزمالك، صوره فيديو معانا سيف الدين الجزيري داخل جدران القلعه البيضاء. نورتني النهارده يا هاني، وكنت سعيده جدا بوجودك بجد. دايما متالقه باذن الله. ربنا يخليك، يعني تسلم، كنت منورني. مشاهدينا كده نكون خلصنا حلقتنا النهارده، ان شاء الله اشوف حضراتكم بكره على خير في حلقه جديده من برنامج أخبارنا.